التصلب المتعدد يعرف بأسماء عديدة، منها التصلب والتهاب الدماغ والنخاع المنتثر بالإنجليزية Multiple Sclerosis، وهو التهاب ينتج عن تلف الغشاء العازل للخلايا العصبية في الدماغ والحمل الشوكي، واحتمالية الإصابة به تقل كثيرا لو تعرض الشخص في زمن طفولته للشمس الصباحية وبكثرة لتكوين فيتامين د. أما التشمس في فترة ما بعد السن 16 عاما لن تقلل احتمالية الإصابة بذلك المرض، فنصف ساعة تشمس تنتج 10,000 إلى 30,000 وحدة من فيتامين د، وهي مجرد مليغرامات، هذا لو كانت نسبة الكوليسترول غير منخفضة، فينتج من فيتامين د كمية تكفي لأسبوع أو أقل.